صباح الخير، اهلا وسهلا فيك. اليوم موضوعنا التكلسات وعلاقتها بضعف العضل. خلينا اول شيء نعرف اصدقائنا المشاهدين شو يعني التكلسات وكيف بيكون لها علاقه بضعف العضل. صح، التكلسات بدايه هي الاوستيوارترايتس، يعني فوق عمر 65 نص العالم عندها اياها، يعني اول شيء كثير شائعه. هلا هي جمعه الماضي عملنا على روماتيزم، منا روماتيزم بكل بساطه، لانه هي بيكون عندك انت بين المفصل ومفصل غضروف يلي هو كارتيلاج. نعم. مع الوقت ومع الاستعمال بصير يتضرر، وبالتالي بصير يجي المريض شكيكه من اوجاع بدون ما يكون في التهاب انفلاماسيون، او حتى من دون ما تكون ورمانه او سخنه مثل بالروماتيزم، وبالتالي بالنهايه هي في ضرر بالكارتيلاج. اكثر شيء فينا نقول مثلا اوقات سلسله الظهر بتسمعي فيها، الرقبه، الركبه، الركبه بس مش المعصم مثلا مثل بحاله الروماتيزم. وهي كمان بتشوفها اوقات سحر ناس باصابع ايديهم من فوق في تورمات على اخر الاصبع. أيه. هيدي بتكون نوع من التكلسات. هيدي بسموها تكلسات. طيب دكتور، من شو بتجي؟ شو اسبابها؟ ليه شخص بيكون عنده تكلسات؟ وبنرجع بنحكي نحن وياك عن الاعمار، هل بتصيب فئه عمريه معينه؟ اول شيء شو اسبابها؟ ليه بتصير هالتكلسات؟ اول شيء خلينا نقول العمر، مع العمر الاوفر يوز فيها تكون سكندري تروما، مثلا على كوعه ما بيعمل تكلس، اكل ضربه سكندري تروما يعني من بعد ضربه معينه عمل تكلس. عندنا الوزن الزايد، وزن الزايد، عندنا اسباب جينيه، عندنا اسباب انفكسيون، بكون في التهاب هون بيعمل تكلسات، هيدي بحالات اقل. عندنا السكري لانه بيكون اوقات المريض انصح وبالتالي نصاحه، الوزن الزايد كمان، قله الرياضه، واهم نقطه اللي هي موضوعنا المصل ويكنس، ضعف العضل. ليش ضعف العضل؟ يوم اذا واحد عنده بكل بساطه ضعف عضل على الظهر، واوجاع الظهر 90% منها من وراء ضعف العضل، اذا هالضعف العضل على الظهر بدهم يكبسوا الخرزات على بعض اكثر، يعني مصل ويكنس ضعف عضل ايجال تكلس اكثر. اوكي؟ وفي عندك دراسات متضاربه حول انه الفيتامين دي اذا نقصه بيزيد التكلسات، بعدها متضاربه، او مثلا اذا الفيتامين سي بيساعد بهذا الموضوع، بيقولوا انه بيساعد 11% من الناس. هدول هن معظم الاسباب، واكيد بفوت كمان سبب ببعض الامور جيني، وهيدي كمان قله الحركه، قله السبور بتعمل تكلسات اكثر. لكن قله السبور عامل الوراثي احيانا، العمر اكثر شيء. العمر يعني نحن عم نحكي عن اي فئه عمريه دكتور؟ 65 بس. في ناس بيجوك على 50 عندهم تكلسات لانه بيكون بيعملوا كثير سبور، بيكدوا كثير، كثير اذيوا الركبه. هي بالنهايه ما نسبه الكارتيلاج، الكارتيلاج هذا الغضروف اللي بيحمي مفصل من محل لمحل. مع الوقت بصير يضمحل. ايه لا 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 يروح. دكتور كيف فينا ننمي العضل؟ فقط بسبور؟ اول شيء تخسري وزن، اكزرسايز، فيزيكال ثيرابي. فيزيوثيرابي هي غير الاكزرسايز. في هلا اوقات انه اذا واحد كثير موجوع، وعي الصبح بقى نص ساعة موجوع، حس حاله ستيف، يعني حس حاله شوي حركته قاسية، حس انه في كريبيتس فرقعة بمحل التكلس، بيسمع فرقعات، هذا الشخص مش انه عنده تكلس لدرجة ما في يمشي، لا، هون بيكون عنده تكلس قادر يقوي العضل بعد، لأنه في حالات تكلس خلص صح، عملية أو إبرة. هي النقطة كثير مهمة كمان، انه وين احنا من التكلس، كيف نعرف نعالج حسب كل مريض. دكتور خلينا نحكي، وصل لعندك مريض على الكلينيك، كيف بيتم تشخيص الحالة؟ شو السؤالات يلي بتطرحها عليه؟ شو الفحوصات يلي بتقوم فيها؟ وبعدين شو بينوصف له؟ دواء معين؟ أوكي. ولا يمكن سيرة طبية مفصلة؟ بدي أسأله وين وجعك؟ شو بيزيده؟ شو بينقصه؟ نعم، فسر لي أكثر شيء صبح عشية، بس استعمل أكثر بوجعك أكثر، وأهم شيء اللوكيشن، بس تعرفي وين بإيدك أوقات محل أو في كذا محل. إذا قال لك الظهر بتبلشي بشيء بسيط كثير، بعد ما تفحصي ويوجع وهيك، يوجع انه شوي ما بنوجع مريضنا، بس بتبلشي بشيء اسمه كوست افكتيف، يعني انت بتعملي صورة اكس راي عادية، لأنه كلفتها واطية ولأنه سريعة. ما بتروحي هون للالترا ساوند إلا مثلا صورة الترا ساوند، إلا إذا بدك تعملي أنت انجكسيون، يعني في منهم بدك تعملي شيء اسمه انترا ارتيكولار انجكشن، بدك تعملي إبرة كورتيزون تخفف من الوجع، بتمدها ست أشهر بيرتاح عليها أو أكثر. هيدي بيعملها الاختصاصي حكيم العظم يلي أنا مثلا تعاون معه. عندك اي ار ام اذا بدك تعملي عمليه، دونك عندك اوقات ناخذ مي من المفصل اذا نحن شاكين انه ملتهبه، يعني هون الفحوصات هي فيها تكون ماشي بتشخصي مثلا بصوره اكس راي ماشي،
فيك تمدي لفحوصات اخرى، انما منا مثل الروماتيزم فحص الدم بفرجيني هيدا السؤال كان بدي اقول لك، فيك تعمل فحص دم وتعرف منه شيء؟ لا بالمبدا لا. بيطلع ما في شيء بفحص الدم بالمبدا. مش مثل الروماتيزم بيطلع عندي ار اف بوزيتيف، ان ببعض الحالات هو اسامي لفحوصات بقلب الدم او انتي سي سي بي، كما انه الروماتيزم فيكون فحص الدم كمان نورمال. اوكي دكتور، نحن بنقول لك لاصدقائنا المشاهدين اذا بتحبوا توصلوا معنا، دكتور ابي نادر موجود معنا باستديو هيك يوم جديد بيطرحوا عليه الاسئله. طبعا بعد شوي كمان بدنا ننتقل لموجز الاخبار، هلا بنشوف اي متى فينا ناخذ اتصالاتكم لتحكوا مع الدكتور وتسالوا اذا عندكم هيدي الحاله. دكتور، اذا الواحد مديه، يعني نحن بنعرف خلينا نقول على اللبناني انه اللبناني بكره بصح ما عليه، والجاره وصفت له هيدا وصف له ماشي الحال يمكن على بنادول بصح، اذا ما تداوى اذا ما تعالج لوين ممكن يوصل؟ خلينا اول شيء نتفق انه ما بيصح، في ما في كير، في علاج للحاله ممكن تكون من بنادول مثل ما ذكرتي. للاسف في كثير اوقات ناس بياخذوا ترامادول، هون ما بعرف هون وصفه الطبيب، هون بيكون جار وصف له اياها، توصل للعمليه مثل مثلا بالركبه فيك تعمل ارثروبلاستي. هلا خلال سنين 90% بيصيروا منيح بالارثروبلاستي، بس نحن عم نحكي هذا سؤال انت بتحبي حضرتك على طول، انه اذا ما عالجنا وين نوصل؟ ديزابيلتي، بتشوفي الناس ما بقى فيهم يمشوا بكل بساطه، او ما بقى فيهم يوقفوا اذا ظهرهم. دونك هون الاختصاصي صح بياخذ الاورثوبيديست قرار بكيف سوف نعالج، هل يا ترى بدنا نحط انجكسيون او بدنا نروح عمليه؟ لانه في كمان اوقات ناس بيجوكي بيمشي الحال على بعض الامور، الوجع، الرياحه، دونت اوفر يوز، ريست، يعني ما كثير تستعملها، مرتاح اتسترا، بس اوقات ما بتكون كافيه صح، بتكون متقدمه الحاله. نعم. والعمر متقدم. دكتور نحن رح نروح ناخذ فكره عن اخر واهم المحطات الاخباريه، بنرجع بنشوف الصور بتفسرنا اكثر عن هيدي الحاله ونتابع. بننتقل مباشره الى موجز اخبار. شكرا ناتاليو، فاتينا باهم المحطات الاخباريه. عوده لضيفنا دكتور ابي نادر، عم نحكي نحن وياه اليوم عن التكلسات وعلاقتها بضعف العضل. دكتور، هذه الحاله بتصيب اكثر النساء او الرجال حسب خبرتكم؟ لا، حسب الدراسات الارقام العالميه 1.7 عند النساء، 1 عند الشباب تقريبا، يعني رح نوصل على المرتين اكثر عند النساء. طيب في كريمات خارجيه بيلجؤوا لها لتساعد لتلين لما يعود في هيدي الحاله؟ هلا اقل من انه الاشياء اللي بتاخذيها اوقات بالفم او مثلا الفيزيكال ثيرابي او انك تقوي العضل الضعيف، لانه بس تقوي العضل بتخفف الفريكسيون، اي بتخفف انه يضرب ببعض العظم بالمفاصل وبتحمل الغضروف الكارتيلاج. بالمبدا في بعض الكريمات كلنا بنعرفها بنحطها بتخفف شوي يمكن من الوجع. في شيء اسمه سبستنس بي بالجسم بتعمل لها ديزنهبيشن، اي بتوقفها بخف الوجع، مثل كابسايسين كريم وكذا، هدول الاسامي الجنسيه يعني الطبيه هيك فيها هالمواد هيدي مع انتي انفلاماتوار يمكن اوقات. ودكتور في كمان الحبوب يلي بياخذوها اصلا لترخيط العضل، يعني بس الواحد يصير عنده وجع يمكن برقبته بكتفاته بعضله بشكل عام، بيلجأ البعض الى انه بياخذوا بعض الادويه لترخي لهم هالعضل، هل ممكن هالادويه تفيد؟ اوكي، هدول ضمن العائله المصري لاكسن، مش الادويه للوجع، مثل الاورفينادرين او مثلا الباكلوفين، هدول بدراسات معينه اي بينعطوا اوقات بيرخوا العضل، وهون علاقه العضل بالتكلس، وبيقولوا لنا ارتحنا شوي من الوجع. دونك كمان نصفهم اوقات. هل اوقات بتوصفوا مساجات معينه ولا هيدا ما خصه؟ ببعض المطارح المساجات ممكن تاذي. ممكن تاذي، لانه انت عم تعمل بريشر بمحل غلط بالطريقه الغلط. نعم. وفي فرق كبير بين الاوستيوباتي، بين الحكيم الفيزيكال ثيرابيست اللي بيعرف اوقات مرة الاي ار ام والتنسيق معنا، تنسيق معنا كيف يعالج صحة، مش يضر اكثر او يعمل ضرر اكثر 100% بالتروما. اكيد دكتور، نحن بلشنا بالصور يا ريت بنحكي عنهم. اوكي، تباعا سريعا، تباعا عندك الهيبردن، هيدي بتلاقي الناس اوقات كبار بالعمر على تحت الضفر بشوي تلاقي تورمات، هيدي مش روماتيزم، هيدي تكلسات تحت بشوي بوشارتس نود. بقى بنذكر انه المعصم قليل ما يصيب التكلس، قليل ما يصيب المعصم عكس الروماتيزم. نعم، هيدي هي الصوره بكل بساطه، وهون فينا نعمل بس صوره اكس راي، صوره ايد. و بحالات قليله ممكن نروح لعمليه، انما بيشكوا من وجع اكثر مع الاوفر يوز، يعني هن عم بالنهار هن عم بيستعملوا بيشغلوا ايديهم اكثر بيزيدوا وجعهم. اي اوكي، دونك هيدي هي الصوره، لانه في هونيك كارتيلاج. التايشي هي مثل مارشال ارت صينيه، في دراسات انه بتساعد شوي بالتكلسات،
بالصين من سنه 1500 خيالي حضرتك اي سنه مبلشين فيها وصاروا يطوروها، فيها مديتاسيون. في كثير ناس عندهم تكلسات من دون اي عارض، وفي ناس عندهم تكلسات مع عوارض بسيطه. عود الناس بعد صفوف حبيتك حد شيء حلو له علاقه شوي بالرياضه، تنقل العضل، تشي لفتت نظري انه مكتوبه بالليترتشر، مكتوبه طبيا بالدراسات. حلو واحد يكتب شيء اكيد هذا بالصين. ما بعرف اذا بلبنان في صفوف، بس انه بيقدروا يحطوا انترنت ويعملوا مثلهم. طيب شو قصه البريس اللي بنحطه؟ البريس يعني مثل نوع من الشد. اوكي ايه، بس منهم كمان بحطوه على ايدهم على فكره، صح يعني على الايد وعلى الاجر بينحط. صح، حويت مطلوب هو 7 ساعات بالنهار على 6 جماع. ببعض حالات التكلس ممكن يخفف من تقدمها، يخفف من الضغط عليها، يجمدها، ايموليزيشن. نعم دونك حبيت حتى الصوره كمان. اكيد اذا اعتازوا مش بكل الحالات سحر. شفنا نحن كيف فينا نبلش. مين منا ما بيعرف انه اوقات المعصم بيوجع؟ بحب نقول انه منا كاربل تانل سندروم اذا ما في تنميل على 3 اصابع ونص. منا كاربل تانل سندروم ننتبه ما بيكون فيها تنميل، ووجع المعصم عند المتقدمين بالعمر اذا فيه نرجع نذكر حراره سخنه ورمانه وجع الصبح بتمد، مش مثل التكلس بخف بتمد لاكثر من ساعه، ننتبه على الروماتيزم. ننتبه بس انه علامه استفهام. نعم شفت حضرتك هون عنده تكلس عم يعمل مسل سترينكسين، عم بيقوي سترينكس تبع المسل تبعه. وهون بده يخف التقدم تبع التكلس، عم تقوي العضله اللي حواليه. نعم مش عم بتعالجي، عم بتخفف، عم نخفف الاعراض. ايه شوي شوي عم بخف الوجع، عم نعطي دواء للوجع، تقدم بطيء بصير. شنو بنروح نعمل سبور بنأذي اكثر. علاقه التكلس مع السكري، اللي عندهم سكري عندهم اكثر تكلس لسبب بتحركوا اقل، عضلهم اضعف، بتحسوا بالتعب، بيعملوا رياضه اقل، بيضعف عضلهم، بيزيد التكلس، وبيكونوا عاده اوقات انصح بالوزن. والوزن هو ستريس، هو بيزيد أزع الغضروف خاصة الركب عند اللي عندهم وزن زائد. نعم هولي صور دكتور استعرضناهم سوا. طبعا اللي بحب يتصل فينا بعد شوي رقم رح يقطع قدامكم على الشاشة، فيكم تتواصلوا معنا لتطرحوا أي سؤال إذا عندكم أوجاع على الدكتور موجود معنا. دكتور خلينا نقلب الآية ونقول يلي بيمارس سبور دائم، يعني يلي هو رياضي من الطراز الأول من نعومة أصفار ومن هو عم بيكبر بيعمل سبور بيهتم بأكله بيهتم بعظمه بلا بلا بلا، هل بيكون أقل عرضة من غيره انه يصير عنده هيدي الحاله؟ اوكي يهتم بعظمه الاوستيوبوروز والتكلس مش مثل بعض، بس انه اكيد في دراسات انه اللي بيعمل سبور معتدل بين الانايروبيك والايروبيك مع الوقت بينصاب بتكلسات اقل. بس اتنسيون اللي بيعملوا سبور اكستريم، وانا بعرف ناس ركضوا على تريدميل بشكل كثير خاطئ وعلوا البونت، لا عنده تكلسات اكثر بالركب. نكون هون منتبهين كيف هالسبور، هل يا ترى هو سبور بشكل زائد عن زوم، نحن بدنا نضعف وبنعمل اوبسيسيون كل يوم ونطلع دراج؟ لا كمان هذا الكارتيلاج بده رياحه، اول عضل بطريقه نريح كمان الغضروف. ما فينا اليوم نعمل سبور نقول عضل على حساب الغضروف، لانه سبور كان بدون رياحه بدون ساتشينج واوفر. نعم دكتور نحن رح ننتقل سوا لناخذ اتصال. الو الو بونجور. بونجور بدي اسال الدكتور، هل عضله القلب اللي بتكون ضعيفه تقوى مع المشي او في ادويه بتقويها؟ وبدي اساله عن ال LDL الكوليسترول ال LDL اذا كان زايد شوي، شو الاكل اللي لازم نمتنع عنه او شو الاكل اللي لازم ناكله؟ اوكي نعم. اول شيء من السؤال ما رح جاوب لانه برات موضوعنا كليا وبده عن جد 10 دقائق. حتى ما فيك تعطيها مره على القلب، وانا اصلا بالامور القلب دغري بحول لحكيم القلب. هي اولا نعم تمام انفهم غلط بشي جواب، يكون حدا عنده شيء بالقلب ويعمل شيء غلط. ثانيا يعني بموضوع الاكل، هلا الدايتيشن اللي بيجوا لهون كثير بيحكوا عن هذا الموضوع، ال دي ال عالي قد ايه؟ اذا عالي شوي بنعمل شيء اسمه لايف ستايل موديفيكيشن، يعني على 3 اشهر جاوب المدام انه انتبه على اكلك باعتدال كل شيء، نحن كحكمه ما بنفوت بالتفاصيل كل الاكل ومع ليستا كبيره، نحن بنقول انه المقالي الاشياء اللي فيها فات الاميدون نشا بيتحول كمان، بنقول لهم رياضه خساره وزن بنتبه بعد 3 اشهر ولا بنعطي دواء، نحن هيك بنفكر. اوكي ننتبه على هذا الموضوع. الاكل اكيد مين منا ما بيعرف الاكل اللي بعد الكوليسترول، الشد الدهنيه، الزبده،
المقالي كل الاشياء يعني الدهنيه بس نزرع الاميدون، نشويات بتتحول اوقات لاشياء مثل التريجليسيريد واشياء وهيك. ال LDL هو الكوليسترول العاطل مش مثل ال LDL، ما تبقى بده يكون عالي. هون كمان في تابلو، اذا عالي وعندك سكري وضغط وكوليسترول وضغط وسكري بيختلف العلاج انه كمان العمر وشو الريسك اللي عندك. نعم، اتصال جديد دكتور. الو بونجور. بونجور جميل الحمال حلو روج. مرسي، مين معنا؟ مدام فانيسا. اهلا مدام فانيسا، من وين عم تحكينا؟ بيروت. يا هلا، تفضلي الدكتور معك. مرسي، بدي اساله سؤال لو سمحتي. تفضلي. انا وعيت من شي جمعه عملت كرامب بركبه اجري، فكثير كثير وجعت. نعم، وجع كثير مؤلم يعني. فبعدني لهلا اخذت باندول، عم باخذ باندول، بس بعدني انه مش مرتاحه كثير. هل يا ترى شو بده يكون هذا؟ ممكن لحق عند حكيم او شو بدي اعمل؟ بس قد ايه عمرك مدام؟ انا 60. عمرها 60 سنه، من جمعه وعيت وجع كثير كبير باجرها. ميرسي كثير الحكيم، اهلا وسهلا فيكي. اوكي، هلا كرامب على الاجر، نحن قلنا نقص ماء، كالسيوم، فوسفور، مغنيسيوم، بنتبه بالاعمار المتقدمه اذا في ضغط وكوليسترول ما تكون كلوديكاسيون. كلوديكاسيون اي شريان الاجر عم بيضيق، وممكن نعمل الترا ساوند دوبلر وبنشوف، وفينا نعطي اشياء بتوسع مجاري الشريان وضخ الدم وبخفوا الكرامبات. وننتبه كمان لانه نحن عملنا حلقه بس عن كلوديكاسيون، عن كرامب بطه الاجر، وقلنا هون ما تكون دي في تي، يعني جلطه محمره سخنه. نوجع اوقات اذا عملنا فحص معين علينا الاجر، مشط الاجر، وهون ننتبه نعالج السبب وننتبه على القلب، لانه اوقات سحر بيكون عندهم اكثر مشاكل قلب يلي عندهم اكثر كلوديكاسيون. نعم دكتور، بدنا نشكرك على هيدي الحلقه وعلى كل المعلومات. اللي بده يتواصل معك كيف فيه؟ ما في اي بروبليم، يتواصل معنا، بس بحب اقول انه للاسف هلا المزاج الواطي، المزاج الغير مرتفع عند الناس عم بياثر انه عم بيحكموا حالهم اقل. كنا بالكورونا، هلا صرنا بالاوضاع المعيشيه، خلوا صحتكم بريورتي بس هيك، اوكي؟ اللي بحب نساعده نحن مستعدين سحر. نعم، اكيد على الارقام يلي عم يقطعوا قدامكم على الشاشه. دكتور ابي نادر، شكرا لوجودك معنا، اهلا وسهلا فيك. ميرسي. اصدقائنا المشاهدين، نحن بنروح لبريك ونعود، خليكم معنا لانه عندنا بعد مجموعه من الضيوف.